موضوع اللي كيهم الجميع. هادشي هذا كنديروه من اجل المساعده على ان الناس يقتنعوا ان هاد الجرثومه ملي كيرتفع العدد ديالها. السلام عليكم، مرحبا بكم في اكاديميه فن الحياه، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله حلقه اخرى من الحلقات اللي كنسافروا بها في ادغال الجسم البشري وفي المشاكل اللي كيعانيوا منها الان الناس وكتعاني منها البشريه. اليوم ان شاء الله الموضوع اللي هيكون عندنا هو موضوع اللي كلكم وليتوا كتعرفوه، كلكم وليتوا كتسمعوا به، موضوع اللي كيهم الجميع، موضوع اللي كيهم الناس اللي عندهم هذا المشكل والناس اللي ما عندهمش هذا المشكل، لان موضوع للاسف غادي المشكل ديالو فيه تفاقم كبير بواحد السرعه اللي هي مهوله، الا وهي الجرثومه الحلزونيه. اذا اليوم ان شاء الله غادي نتحدثوا على الجرثومه الحلزونيه، وان شاء الله غتكون عبر حلقات، لان فهم الموضوع وفهم التعامل مع الموضوع لا يتاتى الا بفهم الاشياء المحيطه بهذا الموضوع. فانت باش نقولوا شنو غنديروا في التغذيه ديالنا وفي النمط ديالنا، فما يمكنش يعني تكون عندنا واحد القناعه وهذا الشيء هذا كنديروه من اجل المساعده على ان الناس يقتنعوا. فما يمكنليش انا نقتنع انني ندير واحد الحاجه وانا باقي ما عرفتش علاش. وهذا مبدا خصو يكون عندنا، ولا لاحظتوا انه مبدا كاين عند الاطفال. فلما لا نعطيو فرصه لراسنا اننا نعرفوا الاشياء بعدا، ناخذ واحد الوقت من الحياه ديالنا من اجل فهم الامور، لان يعني المشكله يتعلق بالصحه ديالنا، ومن بعد ان شاء الله غادي نوصلوا شنو غنديروا مع هذه الجرثومه الحلزونيه. فاولا معلومات عامه حول الجرثومه الحلزونيه. فهذه الجرثومه الحلزونيه هي جرثومه اللي تعيش مع البشريه منذ البدايات ديال البشريه، منذ البدايات وهي تعيش. ربما بزاف الناس وكلنا كنهضروا على ان هاد الجرثومه ملي كيرتفع العدد ديالها وربما بلا ما يرتفع فهي ضاره. فالجراثيم والميكروبات بصفه عامه، فميكروب لا يعني شي حاجه ضاره ولا يعني شي حاجه نافعه. فمثلا السمن ملي كيتسمن فهو ميكروبات نافعه، فالخميره البلديه هي ميكروبات نافعه، وبالتالي الميكروب كيتعلق بالوسط اللي هو فيه. مثلا اشياء شاكولي كاينه بنسبة بسيطة في الأمعاء، ما إلا مشات هذيك النسبة بالضبط مشات للكلية فممكن تسببنا مشاكل. جرثومة المعدة هي عبارة عن واحد الجرثومة اللي كتسمى البسودو كومونسال، فهي في العدد الطبيعي ديالها، العدد الفيزيولوجي، العدد العادي في الجسم، لأن هي كاينة ماشي ما كايناش، كاينة مي بواحد حراسة من الجسم، واحد العدد ديالها صغير نعم عندها واحد التأثير في الجسم ديالنا. وخصكم تعرفوا هذه قل ما كنسمعوها، هو أن الجرثومة الحلزونية بوجود أقول العدد الفيزيولوجي عندها تأثير في الوقاية من الحساسيات. فهذه ربما معلومة غتفاجئكم، مي نعم لما كتكون هذه الجرثومة يعني الجسم كيسيطر عليها ما كيخليهاش تقوم بلا يعني بإنتاج مواد غادي نشوفوها، فنعم عندها دور ودور كبير جدا في للوقاية من هاد العديد من الحساسيات. جيد، هاد النقطة فهمناها. النقطة الثانية وسمحوا لي غنعطيكم مثال، فلما كنشوفوا واحد المكان شرف الله قدركم مجموع فيه الذباب، فخصني نطرح سؤال، نعم غادي نحارب هذاك الذباب اللي هو المثال ديالنا ديال الجرثومة. فخصني نطرح سؤال، هذاك الذباب اللي عندي كاين وسط، وسط اللي خلق لي هاد الذباب، فهذا الذباب جاء من اجل انه يقوم بواحد المهمه، وبالتالي المشكل ماشي في الذباب، المشكل في الوسط. مثال اخر، الا مشيتي انت مثلا لقيتي الناس مثلا ديال الوقايه المدنيه مشكورين كيطفيو واحد مثلا واحد النار شاعله في شي غابه ولا هذه، فماشي هما اللي شعلوها، فماشي انا نشوف واحد العدد واحد الوجود ديال واحد الناس معناته هما السبب. فهكا عاوتاني الجرثومه والجرثومه الحلزونيه فهي جرثومه تظهر في ظل واحد الظروف اللي غادي نشوفوها. جيد، النقطه الثانيه هو ان خصكم تعرفوا باللي اليوم البشريه قلما يعني كنذكروا هذا الشيء، باللي هذه الجرثومه هذه خلقت واحد الصراع،
خلقت واحد اللوبيات عبر التاريخ واللي يعني كانوا فيها تداخلات سياسية وبزاف ديال التداخلات ماشي ضروري ندخلوا فيها. نعرفوا باللي كاين بعد كاين اعتبارات اخرى، كاين اعتبارات اخرى، ما احنا اللي خصنا نعرفوا هو كيفاش هاد الجرثومه وكيفاش كتعامل وشنو اللي خلاها تطلع وشنو النتائج اللي كدير باش من بعد نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. اول تعامل مع هاد الجرثومه لما كتطلع هي عدو بالنسبه لنا، ما يمكنش تقول لي استسمح، ما يمكنش تقول لي تعايش مع الجرثومه ابدا، واش انا نتعايش مع الجرثومه؟ فهاد الجرثومه هذه هي عدو، اذا عدو خصني نواجهها. باش غنواجهها خصني نعرف لها نقاط القوه ديالها ونقاط الضعف ديالها، ونعرف نقاط القوه ديالي انا ونقاط الضعف ديالي. فهي شنو كدير، كيفاش كتعامل، كيفاش كتستغل الجسم، كيفاش كتستغل الضعف ديالك انت ايها الانسان، كيفاش كتستغل نمط العيش ديالك اللي ما بقاش غادي مزيان، كيفاش كتستغل نقص العناصر ديالك، كيفاش كتستغل ضعف المناعه ديالنا، كيفاش كتستغل ضعف الجسم ديالنا. هادشي اللي غادي نشوفوه في هاد الحلقه الاولى ان شاء الله. فالجرثومه الحلزونيه، الفيتامين دي، مشكل المغنيسيوم، مشكل الكالسيوم، هاد المشاكل كلها اظهرت عيب نمط الحياه، وغادي نسميه نمط العيش، لان عيش ماشي حياه، سين سورفي ماشي لافي، هادي هذا التشبث في الحياه ماشي حياة. فأظهرت العيب ديال البشرية. أنا هذه الحلقة اليوم غنسميها حلقة اكتساح الجرثومة الحلزونية للحياة البشرية. كاين الناس دابا اللي كيعانيوا معاناة كبيرة بزاف، مع العلم أن هذه الجرثومة هي رافقتنا منذ القدم ومنذ البداية ديال وجود الإنسان. الجرثومة هي عندها خصائص بيولوجية فيزيولوجية في الشكل ديالها وفي العمل ديالها. في الشكل ديالها عندها واحد يعني لا فورم كتسمى لا فورم سبيرال، الوغ كتخليها انها تغلغل وسط المخاط ديال المعده، وغنشوفوا كيفاش. زائد عندها دي فلاجيل يعني اللي كيمكنوها انها تكون حركيه، زائد القوه ديالها، والقوه الخطيره جدا هو ان هذه الجرثومه هذه قادره على انتاج ماده من اخطر المواد اللي هي السلاح ديالها واللي هي نقطه القوه ديالها واللي خصنا نتعاملوا معه من بعد فاش نبغيو نهضروا على الحلول، وهو انتاج ماده الامونياك اللي كتكون كتواجه بها الحموضه ديال المعده. لاحتواء هاد الجرثومه على لوغياز، الوغ هاد لوغياز كي ترانسفورم اللي كتحول لوغي الامونياك وكتنوتراليزي هذيك الحموضه اللي كتكون في المعده، وكتدخل داخل الغشاء المخاطي للمعده اللي ما كتكونش فيه الحموضه، وتما كتسكن وكتدور راسها بهاد الطبقه ديال الامونياك، وتما كتبروتيجي راسها وكتحمي راسها. هذا من جهة. من جهة ثانية هو أن الجرثومة الحلزونية عندها خدع، عندها خدع بيولوجية فيزيولوجية، وهذه الخدعة هذه كتنقسم لجوج المراحل. الخدعة الأولى وهذا الشيء خصنا نكونوا عارفينه، لأن أنا ملي غنقول لك مثلا في النظام الغذائي في نمط الحياة ديالك شنو دير، فربما ما تقتنعش، ولكن هذا الشيء هذا كيرسخ الفكرة وكيخليك تقتنع، يعني غندير واحد الحاجة خصني نعرف علاش، واخا؟ فهي ما كتعيش في البي اش بين واحد وثلاثة، يعني حتى لجوج أربعة، ولكن كتدخل في الغشاء المخاطي بإنتاج هذا الأمونياك اللي كتنتجو لما تحول يعني لوغي من خلال انزيم اللي عندها يسمى لوغياز، وكيتحمل كيتحول عفوا لامونياك، واخا. فالخدعه الاولى شنو هي؟ هو ان هاد الجرثومه هذه قبل ما كتدخل للمعده كتنتج واحد يعني واحد السم كيتسمى سي او جي ا ماجيسكول. شنو هو هادوما؟ هذا هو سيتوكين اسوسييتد جين ا. هاد المادة هادية هي بها فاش كتمكن انها تدخل داخل الخلية وتبدل الخلية المعدية بيان سور، وتبدل البنية ديال الخلية وتبدل الوظيفة ديالها. فكمرحلة أولى اللي كتقوم بها هاد الجرثومة يعني اللعينة هو أنها تنتج واحد المادة كتسمى الـ HTRA. الوغ هاد المادة سميتها الـ HTRA. هاد المادة هادية تدمر البروتينات ديال الطبقة ديال المعدة، يعني بحال واحد المقص، إلا بغينا نقولوا بحال مقص، الوغ مقص يمكن من تدمير هاد البروتينات ديال المعدة اللي هي الأوكلودين، اللي هي الكلودين 8، واللي هي الـ E
كادينين. الوغ هاد الاوكادينين والكلودين 8 والاوكلودين هي بروتينات ديال المعده كتدمرها هاد الجرثومه هاديه بهاد الماده اللي سميتها الاش تي ار ا، مي كتدمرها كيتمكن ان عندها واحد الثقب واحد الوسط في المعده وكتدخل للمرحله الثانيه. شنو هي المرحله الثانيه؟ هي انها مي كتدخل الخلايا ديال المعده، كتدخل خلايا المعده كتلتصق بواحد البروتين اللي كاين في الخلايا المعده كيتسمى لانتيغرين. الوغ هاد البروتين هذا كتلتصق به ثم كتحقن هذاك السم ديالها اللي سميناه سي او جي ا. الوغ هاد سي او جي ا هو عباره عن سم، مي كتجي هاد الجرثومه كتحقنو، مي كتحقنو كيوقع خلل في المعده وكتسكن الجرثومه اللعينه في المعده، ومي كتسكن في المعده كتكتسح لك كل العمليات البيولوجيه الفيزيولوجيه في الجسم ديالنا. جيد، اذا خدينا معلومات على هاد الجرثومه هاديه، نجيو للاسباب. الاسباب من ضمن الاسباب هو تغير نمط الحياه ديالنا في التغذيه ديالنا، بهاد القلق اللي كنعيشوا به، بهاد نمط الحياه اللي حنا غاديين به، هو نمط يشجع. وانا يعني دائما يعني اتفائل خير، لكن الا مشينا بهاد النمط هذا سنرى العجب العجاب، سنرى هاد الجرثومه عند الاطفال، سنرى عند اطفال صغار، وهذا شيء خطير وخطير جدا هاد النمط هذا. فمن ضمن الاسباب هي اسباب، اولا اسباب غذائيه. علاش؟ لان حمض الكلوريدريك الاش سي ال هو نعمه. اولا نبغي نحط واحد يعني قوس على هاد المعده ديالنا. المعده ديالنا هي عباره عن واحد الكيس عنده لا بتيت كوربور وعنده لا غروند كوربور. هاد الكيس هذايا هاد المعده هذيا هي عباره عن مكان من اجل الهضم بنوعين، النوع الاول الهضم البيولوجي والنوع الثاني هو الهضم الميكانيكي. الهضم البيولوجي لا يتم الا لا الهضم ولا الامتصاص ولا تشجيع الامتصاص من بعد في الامعاء لا يتم الا بوجود واحد الكنز، واحد الذهب، واحد الديامون، واحد الالماس اللي هو سائل المعده او حمض المعده اللي كيتكون من الكلور ومن الهيدروجين باش كيعطينا الاش سائل. هذا الحمض هذايا بزاف الناس كيحاربوه. فانت ملي كتقول لي عندك حموضه المعده، المعده ما يمكنش راه ما تعيش بلا دوك حموضه. الكالسيوم عنده داك الحموضه فيه كيمتص، المغنيسيوم فيه كيمتص، المعادن في داك الحموضه باش كيتمكن ان الجسم يمتص هذه المعادن. ولكن راه ماشي مشكل في الحموضه بقدر ما هو مشكل في السفنكتر انفيريور ديال لوزوفاج، هذاك الصمام اللي ولا كيتحل وكيخرج لك هذاك الحموضه، لان هذيك الحموضه خصها تبقى. ولكن خصنا نهتموا بداك السفنكتر، داك الصمام، وداك الصمام هو عباره عن عضله، وبالتالي عدم الاهتمام بعضلات الجسم خلا هاد الصمام ضعيف، زائد الامتلاء الكبير ديال المعده عطاها واحد الضغط، وداك الضغط هو اللي حل. فعاود ما نقولوا بلي راه الضغط كاينه غازات، كاينه على مستوى القولون، كاينه هاد الامور هذه كامله. ولينا كنقولوا خصنا نحاربوا هاد الجرثومه، ولينا كنعطيو هاد لي زي بي بي، ولاو الناس كيمشيو يشريوهم من راسهم لي زينيبيتور دو بومبا بروتون اللي نايضه عليهم ضجه دابا، وبزاف الناس ما كيتحدثوش على هاد الامور هذه. فحتى بعض المواد وحتى بعض الاستهلاك ديال الادويه دون يعني دون مراقبه، والانسان كيمشي ياخذ ادويه هكا لراسو، خلاتنا وخصوصا لي زونتي انفلاماتوار الوغ نون ستيرويديان كيقيسوا لنا واحد الماده كتسمى الكوكس 1 والكوكس 2 اللي كاينه على مستوى المعده، وكتولي المعده ديالنا هي الحلقه الاضعف. الانسان ما كيمضغش مزيان، ما بقيناش كنمضغوا مزيان، الوغ 1 2 3 وكتخلي الجسم ديالك كتخلي المعده هي اللي تقوم بداك العمل اللي كان خاصهم يقوموا به الاسنان ديالنا. الاسنان دابا الناس كارثيه. علاش؟ لان كيستهلكوا حلويات وهاد المواد هذه، وبالتالي اللي عندنا هاد لي كاري دونتير سو كي في ولا مشكل كبير بزاف ديال المضغ. الانسان ما عندهمش اسنان، اولا اللي عنده ولا ما هاد الهوليود سمايل. انا ما جاوليش الاسنان انا غير باش نتصور بهم، انا خصني على الاقل تكون نقوم بالوظيفه الاولى اللي هي المضغ. المعده كيوصلها هاد الاكل هكايا، ما بقيناش كنشوفوا في الاكل، عاد كناكلوه. الانسان الله سبحانه وتعالى قال فلينظر الانسان الى طعامه. داك لو فات انك تشوف الماكله كتاكتيفي لا فاس سيفاليك، ولا فاس سيفاليك هي اللي كتعلم المعده، والمعده عاد كتصوب حمض الكلوريدريك باش كيوصل البي اش بين 2 و 4 اللي هو البي اش غادي يهضم لك مزيان. فهاد النمط هذايا ما بقيناش كنعطيو وقتنا في الاكل، ما بقيناش كنشوفوا في الاكل، ما بقيناش كنتمتعوا به قبل ما ناكلوه، ولات هاد الامور هذه والمعده ولات تحت واحد الضغط كبير بزاف. هذا من جهه. من جهه اخرى ان باش يتصوب لك حمض الكلوريدريك باش الجسم يصاوبو خاصك
البوتاسيوم اللي كاين في الخضر في الاشياء الخضراء، خاصك صوديوم، خاصك زنك، خاصك مونغانيز، خاصك مانيزيوم، هاد العناصر هذه كلها، خاصك فيتامينات جروب بي اللي هي فيها بي 9 البي 6 البي 12، خاصك الفيتامين سي. وهذا الشيء هذايا للاسف نقص لنا بزاف، والجسم ديالنا ما بقاش كيتمتع وما بقاش عنده حوض المعادن والفيتامينات بهاد الامور هذه. كاين بعض انواع ديال المياه، كاين الناس دابا اللي ولاو كياخذوا يعني ولاو كيقول لك لا انا هذا فيه البيكربونات. خصكم تعرفوا بلي البيكربونات لما كيطلع المعدل ديالها كتنوتراليزي المعده، لان ملي كنقولوا بيكربونات في الكيمياء HCO3-، الوغ الجسم ديالنا كيفرز لي بيكربونات. فاليوم الانسان كنستعمل بيكربونات، كنشرب انا هذه فيها البيكربونات، هاد البيكربونات من المساهمين الكبيرين في المشاكل ديال المعده، والمعده ملي كيولي عندها الضعف هذايا الغشاء ديالها كيضعف، وملي كيضعف كتدخل الجرثومه وكتلقى الوسط ملائم انها تسكن، وكيقول لك علاش عندي هذا المشكل وهذه المسائل هذا، مع العلم ان يعني الجرثومة واحد الغشاءين عنده يعني غشاء مدوبل كما كنقولوا، يعني هاد الغشاءين هذا ما كيمكن بعض المره ان ميم لي زونتيبيوتيك ما كيوصلولهاش، وسيرتو لما كتكون يعني كتكون تغلغلات في المخاط ديال المعده. من الاسباب الاخرى لظهور هاد الجرثومة هذه، وهذا الشيء هذا خصنا نكونوا عارفينه، من الاسباب يعني القويه هو يعني ان هاد الجرثومة صديقه ديال جوج الخمائر، الساكارومايسيس سيريفيسي للناس اللي هما ولا شدير هادي وطيب هادي والحلوى وزيد هادي وزيد هادي، الو قراو عليها الساكارومايسيس سيريفيسي والكونديدا البيكون. الكونديدا البيكون اللي كاينه على مستوى الامعاء، اللي كتفرز لنا الايثانول، كتفرز العديد من المواد، واللي كتجي من الناس اللي كياخذوا الخبز الابيض ما مخمرش بالخميره البلديه، مواد مضافه، مكملات غذائيه اللي ماشي يعني بشكل معقلان، مضافات غذائيه، محفظات، ملونات، اغذيه غير فيزيولوجيه، اغذيه طاقه وما فيهاش حيويه، كتنمو لنا هذا الكونديدا البيكون. والكونديدا البيكون ان شاء الله غادي نديروا عليها حلقه خاصه، واخا تقدر تعطينا لا ميغران، تقدر تعطينا وسط سرطاني، تقدر تعطينا التهاب، تقدر تعطينا بزاف ديال المواد. هاد الكونديدا البيكون كتسببنا للاسف انها كتبقى طالعه، لان الامعاء ديالنا كاينه القولون، كاينه لانتستان غرين، لانتستان غرين مقسوب على ثلاثه، ديودينوم، جيوجينوم، وليليون، كتبقى طالعه وكتستوطن، طالعه وكتستوطن، سكون ابل سور ديفلوبمون باكتيريان. الوغ مع لي باكتيري، مع لي هاد لي شامبينيون، هاد الخمائر هادية كتطلع، وداك الساعه كتسيطر لك على الجسم ديالك. والخطير شنو هو؟ هو انك تخليك تشهى داك الشيء حلو، خذ هذه حلوه، خذ هذه، وكتولي تسيطر لك على الميولات ديالك، وهذا الشيء اللي ما نبغيوش انه يوقع، وللاسف هو كاين. هذا انا كنعطيكم فقط قراءه للواقع. كذلك من الاسباب الحقيقيه في ظهور هذه الجرثومه هو ارتفاع الكورتيزول. عندي ستريس، عندي هادي، عندك هادي، عندك واحد كريدي خصني نكمل الطريطات، واحد هذا باقي نكمل، هذا الكورتيزول اللي هو يعني طالع للاسف كيسبب لنا في ضعف الجدار ديال المعده، وكيعطينا نتائج كبيره اللي غادي نشوفها ان شاء الله في الحلقه المقبله، هاد النتائج ديال هاد الجرثومه الحلزونيه، واللي للاسف استوطنات هاد البطانه ديال المعده. ونزيدكم معلومه، هو ان للاسف قبل 2007 كان الحل ديال الجرثومه الحلزونيه، داك الشيء اش كنقول للناس ما تزربوش تحيدوا الاعضاء، الوغ في 2007 كان الحل ديال الجرثومه الحلزونيه لما كتلتهب المعده لابلاسيون ديال ليستوما كتحيد، الوغ ليستوما كدير لها عمليه جراحيه وكتحيد هاد ليستوما هادي. فهاد النمط اللي حنا كنعيشوا به، هاد لا نحاربوا الحموضه ونحاربوا الحموضه نعمه، خصكم تعرفوا بلي البكتيريا الا كان المعده ديالك بين واحد وثلاثه فيها هاد الحموضه هذه، مستحيل انها، لان هي كتقاوم، ولكن انت كتدخل لجدار المعده وكتشد لو غياز وكتحول لو غي لامونياك، وكتدور راسها بواحد الطبقه ديال لامونياك باش كتحمي راسها من ضد، وكتنوتراليزي اللي كنسميو حنايا هاد لاسيديتي وهاد الحموضه هذه، فكتردها قاعديه. فهاد الشيء كامل هذا في وسط، ماشي عندك شيش كتلقى واحد عنده الجرثومه وواحد ما عندوش. وللاسف بزاف يعني تقريبا 90% المراحل اللي كدوز بها الجرثومه الحلزونيه كتكون في صمت، يعني ما كاينش اعراض، يعني نهار كيبانوا لك الاعراض عرف راسك باللي راك دوزتي سنوات والجرثومه تحاول ان تسيطر عليك، تحاول انها تعمل معك. فهاد الحلقه اليوم كانت فقط من اجل يعني حاولت انا نعطي يعني فقط اشارات،
كانت على هاد الجرثومه، معلومات على هاد الجرثومه، النقط القوه ديال هاد الجرثومه هذه هي هاد احتوائها على هاد انزيم لوغياز اللي كيحاول يغير الامونياك، وكتدخل وكتغلغل في الجدار ديال يعني المعده. وهضرنا على لي سيتوكين اللي كتفرز، هضرنا على السي او جي ا، الوغ هاد السم، هاد لي توكسين اللي كتفرز، هذه نقاط القوه ديالها. نقاط الضعف ديالها هو ان المعده ديالنا خاصة تكون فيها جدار قوي، خاص يكون طبقه الميكوس تكون قويه، المعده حتى هي كتفرز مواد غادي نشوفوهم ان شاء الله في الحلقه المقبله. اذا عرفنا نقاط القوه ديال الجرثومه، خصنا نعرفوا نقاط الضعف ديالها، هادشي غنشوفو في الحلقه المقبله، ونعرفوا نقاط القوه ديالنا حنايا. فلما كنلاقيو نقاط القوه ديالنا مع نقاط القوه ديال الجرثومه، كتولي ديك الساعه نقاط القوه ديالنا اللي كتغلب، وحنا ماشي تعايش، هذا حرب ضد هاد الجرثومه اللي اكتسحت لنا البشريه واكتسحت لنا الصحه ديالنا. ما ماشي باش نخوفكم، ولكن باش نعطيكم مفاتيح باش تمشيو في حياه جيده مع هذه الجرثومه وتتعاملوا معها وتحاربوها. كانوا حلقات من بعد تقدروا ترجعوا لهم، من اجل تلبيه الطلب ديالكم وتحت الطلب ديالكم، كان لابد اننا نعودوا حلقه اخرى على هذه الجرثومه من اجل الاستئناس ومن اجل يعني وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم في هذه الحلقه هذه. الى الحلقه المقبله ان شاء الله، في الحلقه الثانيه ان شاء الله من هذه الجرثومه هذه. خليت لكم راحه، كنتم في أكاديمية فن الحياة، وما تنساوش أكاديمية فن الحياة عالم أصيل يناديكم. السلام عليكم.